القمة الخليجية في المنامة، ما هي أهم التحديات التي تواجه هذه القمة في هذه اللحظة الفارقة؟ رؤيتي أنا التحدي الأهم هو التحدي الاقتصادي الاجتماعي، يعني الهبوط الخطير لأسعار النفط يستوجب استراتيجيات طويلة المدى تستوجب الحقيقة تنويع مصادر الإنتاج، إيجاد تكاملية بين اقتصاديات الخليج، وإيجاد فرص عمل لشباب في قطاعات إنتاجية متعددة. ليس هذا هو التحدي الأهم والأخطر في رأيي. التحدي الأهم هو أن يكون هناك انتقال من صيغة التعاون إلى الاتحاد الكامل. صحيح سوف تكون هناك ملفات تعرقل هذا الشيء، ولكن يجب تذليلها ويجب إنجاز الكثير من المهام، لأن هذا من المطلب المهم لدى الشعوب في منطقة مجلس التعاون. أنا أختلف بعض الشيء على قضية الانتقال من قضية التعاون السياسي والاقتصادي إلى قضية الاتحاد الخليجي. قضية الاتحاد الخليجي يتطلب قرارات صعبة، يتطلب إيجاد مؤسسات مستقلة، العملة الموحدة، البنك المركزي، تكاملية في اقتصاديات دول الخليج، وهذا الحقيقة مسألة طويلة تتطلب حوالي الحقيقة 10 سنوات أو 20 سنة على الأقل. الآن مجلس التعاون في هذه القمة هي القمة 37، وهو لديه الكثير من التحديات التي خاضها ونجح في بعضها، لكن عليه أن يبدأ حقيقة بالاتحاد، وداخل الاتحاد يبني مؤسسات الاتحاد وليس العكس، لأن جربنا العكس، لنا 37 عاماً أو أكثر ونحن نحاول نجرب هذه الأشياء التي تتحدث عنها ولم ننجح، لكننا سنرى. وأنا معي الدكتور سعد العودة أكاديمي وباحث، وأنا معي مشعل الخالدي الباحث الإعلامي. يعني أكثر من 37 قمة خليجية، ولا زال الحديث عن التعاون الخليجي محل جدل داخل الأوساط النخبوية والشعبية حتى، ولا زال محل مطالبات كثيرة من قبل المواطنين الخليجيين في صياغة الاتحاد. الاتحاد شكل مهم جدا، طبعا هذه المطالبات تتسق مع رؤيتهم للاتحاد الأوروبي الذي يعاني الآن، وأيضا هناك بعض التحفظات من قبل الدكتور فواز على حكاية أن يكون الاتحاد مباشرة قبل بناء مؤسسات الاتحاد، إلا أن الحقيقة طبعا أن أي تعاون يجب أن يتطور بشكل تدريجي إلى وصوله للاتحاد، لا إلا في حاجة واحدة معطلة تماما، هي التحديات الخطيرة التي تعترض أو تواجهها دول المنطقة. دون اتحاد هذه الدول سوف يتم التعامل معها منفردة. ولنأخذ الموقف الإيراني من الدول الخليجية، الإيرانيون لا يريدون التعامل مع الدول الخليجية على أنها كتلة واحدة، لا يعترفون حتى مجلس التعاون بشكل كامل، لا يخاطبونه بشكل أنه هو يمثل المصالح الخليجية، هم يريدون كل دولة على حدة. لذا هذا الاتحاد سوف يقوي من عض دول بين مزدوجين صغيرة تحتاج إلى دعم الكبير من أعضاء الاتحاد، إضافة إلى أنه سوف يكون هناك موقف خارجي موحد. لماذا لا يكون الاتحاد الخليجي على الأقل سياسيا في مسألة العلاقات الخارجية موجود، خاصة أننا الآن نواجه مثلا أو نمر في مسألة متاحة وهي سهولة التنقل بين دول الخليج الخليجيين، أيضا القوانين الاستثمارية تقريبا أصبحت موحدة، هناك العديد من الأشياء التي تدعم مسألة الاتحاد ولا تعطلها. أستاذ عبد العزيز، التجارب التاريخية للاتحادات في العالم وخاصة الاتحاد الأوروبي، التجربة الناجحة حتى الآن تقول أنها تجربة تدريجية لا تتطلب فقط قرارات من فوق لتحت سيادية، تتطلب بناء مؤسسات تأخذ قرارات مستقلة، توحيد العملة، إنشاء بنك مركزي، عدم وجود تباين مهم بين قيادات هذه الدول، وطبعا تأخذ نصف قرن من الزمن. لا أحد يقول أن يعني الإعلان أو إنشاء اتحاد خليجي ليس مهم، طبعا هو مهم، ولكن كيف يمكن صياغة مثل هذا الاتحاد في ظل العوائق الموجودة، العوائق الاقتصادية، يعني تكاملية بين اقتصاديات الخليج، تنوع الاقتصاديات في الخليج، العملة الموحدة، البنك المركزي، كل هذه الأمور تتطلب تدرجا في بناء المؤسسات. هل الدول الخليجية، السؤال للزملاء، هل الدول الخليجية مستعدة للتخلي عن قراراتها السيادية لمؤسسات مستقلة تمثل الاتحاد الخليجي؟
بالنسبة للاتحاد هو مطلب في الحقيقة، سواء كان للشعوب أو للحكام أنفسهم. الاتحاد ما هو جديد، مشروع الاتحاد الآن ما هو جديد، هو مطروح من قبل 3 قمم مرت خليجية، ولذلك الوقت الآن لم يعد هنالك وقت يسمح بأننا احنا نفكر ربما نكون الاتحاد في القمة القادمة أو القمة اللي بعدها. لابد أن يكون هنالك قرارات. نحن نعرف اليوم كلنا كخليجيين ننظر إلى المنامة بكل تفاؤل وبكل فخر وبكل أمنيات أن يطلع قادتنا وولاة أمرنا في المنامة إن شاء الله بقرارات. نحن نعرف أن أمامهم ملفات صعبة وساخنة تحتاج إلى قرارات تاريخية. نحن اليوم في وضع يجب أن نكون أو لا نكون، فنحن سوف نكون بإذن الله تعالى، وقادتنا وشعوبنا والتفافها وديمومتها. مجلس بالنسبة للمؤسسات المدنية، المؤسسات المدنية موجودة، بالنسبة لاستراتيجيات الدول، استراتيجيات الدول موجودة. اليوم المجلس التعاون الخليجي الذي سوف يتحول إلى اتحاد بإذن الله تعالى 37 سنة، بينما هنالك اتحادات عربية قامت وانهارت وانتهت. بينما ليش؟ لأنه طبيعة الخليجيين وطبيعة الحكام الخليجيين هو التكاتف، هو الوقوف مع بعض. ما ينقصنا شيء في الاتحاد، الاتحاد قوة. والآن هذا وقت الاتحاد بإذن الله تعالى. أنا أعتقد أن مسألة الاتحاد، يعني مقارنة الاتحاد الخليجي بالاتحاد الأوروبي، فيها نوع من يعني عدم الدقة، خاصة أن الاتحاد الأوروبي بالفترة الأخيرة هو يعني متجه إلى التفكك. يعني 50 سنة هذه لم تقوي الاتحاد الأوروبي بشكل كامل، لكن العوامل التي فعلها الأوروبيون للوصول إلى الاتحاد، لابد يعني في الخليج أن يعني أن نفعل مثلها، خصوصا أن في الخليج العقبات التي تواجه الاتحاد هي أسهل. أكيد أسهل، لأنه طبعا في تحديات خارجية تجعلها أسهل. المسألة مو مسألة يعني أن نوحد عملتنا أو نوحد نعمل بنك مركزي، مع أنه هذه المشاريع موجودة الآن. موجودة نعم. المسألة مسألة مواجهة التحديات الخارجية، هي أخطر من أي مسألة. المسألة ليست أيضا مسألة نتفق على سعر النفط وغيرها. المشكلة التي تواجه عدم قيام الاتحاد الخليجي هو عدم فهم بعض الدول أو عدم وضوح موقف بعض الدول من مسألة التحدي الإيراني، هذا مثال. مسألة العلاقة مع الغرب هذا أيضا. مسألة العلاقة الداخلية داخل إطار مجلس التعاون أو حتى داخل إطار الوطن الواحد، دائما يتحدثون عن مسألة أن يكون هناك توحيد لأنظمة الحكم للمثال، إلا أننا لا نجد أن هذا يعني يعيق مسألة وجود الاتحاد الخليجي. إذا سمحتي بس نقطة مهمة جدا. أول شيء، الاتحاد الخليجي مو شيء جديد على يعني على دول المنطقة في الخليج العربي. هناك مثلا دولة الإمارات هي اتحاد، السعودية أيضا هي اتحاد نوع آخر. نعم. فبالتالي هذا يثبت تماما نجاح تجارب الاتحاد في وجود سيادة محلية أيا كانوا، لكن هناك اتفاق على مواجهة التحديات الخارجية وحتى التحديات الاقتصادية المحلية. عدة نقاط. بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية، قررت القيادات الأوروبية أن أهم عامل في بناء الوحدة الأوروبية هو العامل الاقتصادي، التكامل والتماسك والتعاضد الاقتصادي، من أجل حقيقة يعني التخلي أو محاولة حذف يعني الخلافات السياسية. بالفعل على الرغم من المشاكل التي يعاني منها الاتحاد الأوروبي، هذا التماسك وهذه الوحدة الأوروبية، العملة الأوروبية والاقتصاديات على رغم الصعوبات، هو الحقيقة أهم اتحاد في العالم. 500 مليون شخص من أهم اقتصاد في العالم، النقطة الأولى. بالفعل استطاع التكامل والتماسك الاقتصادي أن يعني يغير من الخلافات السياسية. أي ومن هنا اقتصادي دكتور فواز، المشاكل بين دول الخليج دول أوروبا كثيرة. لا لا، على اليورو الناس تبغى تطلع من اليورو. عبد العزيز الآن الأحزاب الشعبوية المتطرفة التي تريد الوصول إلى الحكم، وأنتم اتهمتوها قبل كم حلقة كان حوار حولها. أنا لا أقول أن هناك مشاكل، ولكن نقطة العودة إلى الاتحاد الخليجي، نقطة بغاية الأهمية، نقطة تحليلية ونظرية. أهمية
تكافل وتكامل الاقتصاديات الخليجية، إنشاء مؤسسات تتعامل مع الأوضاع من أجل حقيقة ردم أي فجوات اقتصادية، لأنك لا يمكن أن تعتمد على سلعة واحدة وتنشئ اقتصادا، لأن إذا تطلع على التعامل الاقتصادي بين دول الخليج مع بعضها البعض وما بين العالم الآخر، تجد على عكس الاتحاد الأوروبي معظم التعاملات الاقتصادية، يعني حجم التعامل الاقتصادي بين الدول الخليجية هو حوالي 93 مليار دولار أمريكي بالسنة 2013. تعم تحكي على مئات المليارات من الدولارات مع العالم الخارج. الاقتصاديات الأوروبية وغيرها لا. مش على هو الاقتصاد, على الموضوع هو يعني. الاقتصاد عامل مهم لا شك، والملفات كلها اللي موجودة الآن أو مطروحة أمام قادة مجلس التعاون في المنامة هي كلها تمشي متوازية، الاتحاد مع الاقتصاد، الأمن. الاقتصاد شيء أنا مع الدكتور أكيد لازم فواد أنه لا بد أن يكون لدينا اقتصاد قوي. نحن اليوم العالم سيزار العزيز الله يسامحك خليكم معك شوي ساعدني شوي اليوم العالم يعني أصبحت الحروب اقتصادية، فيجب أن يكون هنالك اقتصاد قوي يدعم الاتحاد بلا شك، لكن يدعم الاتحاد في نفس الوقت يجب أن يكون هنالك بدائل. الآن مثلا دول الخليج الآن ولله الحمد خاصة السنوات اللي مضت والآن هنالك حراك كبير اقتصادي داخل الدول ومع بعضها. الآن عندنا مثلا الرؤية 2030 للمملكة العربية السعودية لإيجاد بديل عن النفط ودخل النفط. الآن عندنا اليوم مدن صناعية، عندنا صناعة داخلية، عندنا تبادل تجاري دول نعم، لكن حتى دول الخليج كل دول الخليج فكلهم عندهم رؤى في الحقيقة وعندهم طموح أن نصل إلى 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 مستوى الاتحادات الثانية مثل الاتحاد الأوروبي. أنا لم تصرت وحيد طبعا، أنا بالفعل وحيد بس مع احترامي الشديد، لأنه أنتم تعرفون الحقيقة الخليج أكثر. أتكلم بالعاطفة شوي يعني. أنتم تعرفون الخليج أكثر مني بكثير، بس قبل ما الحقيقة بدي أنا رؤيتك، يعني أحد الأسباب الرئيسية أنا أركز على العامل الاقتصادي لعدة أسباب. أنت عندك هبوط خطير في أسعار النفط، القلق الاقتصادي في اقتصاديات الخليج في هذه اللحظة، عندك أنت يعني قضية إيجاد فرص عمل للشباب، وهذا ومن هنا أيها النقطة الرئيسية. أنا ابتديت الحلقة أنه التحدي الاقتصادي الاجتماعي السياسات البنيوية التنموية هي التحدي الأهم، لأنك لا يمكن أن تنشئ ويمكن أن تنشئ الاتحاد على قاعدة صلبة إذا الحقيقة أخذ بعين الاعتبارات سياسات تنموية اقتصادية تعطي ثمارها من خلال تكامل في الاقتصاديات الخليجية. أنا أعتقد أن الاقتصاد يعني موازي للعمل الإعلامي والاجتماعي. الإعلام في الفترة الأخيرة في العشر سنوات أو 20 سنة. خليني مشعل بس أقرأ بعض الأشياء بالتعليقات على السوشيال ميديا، أنه يقول لي أحدهم أنه ينبغي الابتعاد عن الخلافات الداخلية والتركيز على الوحدة الخليجية والوضوء في المواقف. أيضا طبعا واضح تماما أنه الابتعاد عن المشاكل الداخلية والوضوح في المواقف هو مسألة مهمة جدا، وهي اللي تعرقل مسألة الاتحاد، لأنه ما في وضوح في المواقف السياسية الخارجية، في اختلاف كبير. أنا بدي أرجع نقطة ثانية على موضوع أيضا قبل ما تكمل، في أيضا تعليق أودي أنك تعلق عليهم مشعل، أن التحديات كثيرة وتطلب التلاحم بين دول الخليج وتحصين الجبهة الداخلية ضد التدخلات الخارجية وتوحيد المواقف والآراء. هذا اللي كنت يعني بتطرق له، أن الاتحاد ليس فقط اقتصادي أو رؤى سياسية مشتركة، هو أيضا اتحاد شعوب. الشعوب بالفترة الأخيرة بدأت يعني تبتعد عن بعضها بسبب الخطاب الإعلامي، المعارك الإعلامية والمهاترات. لا بس أنا لأنه في اختلاف الرؤى. في اختلاف الرؤى بس من النقطة هذه عشان لا نفوتها، أنت لو مريت على شعوب العالم، على شعوب العالم، وجيت للشعوب الخليجية، لو وجدت أن الشعوب الخليجية هي أقرب الشعوب لبعضها. الشعوب الخليجية شعوب متداخلة،
شعوب قرابات، يعني إلى حد أنها قرابات، يعني تجد أن أخ في الكويت وأخ في السعودية وابن عم في قطر وولد عم في البحرين وولد عم في عمان. دكتور سعد، يعني في تعليق صحيح أنه في بعض الشرائح الموجودة اللي هي تحاول تبعد وتحاول تبعد الإعلامية مع الأسف الشديد، بعد شوي. لكن في تعليق أيضا في السوشيال ميديا يقول إذا اتحدت دول الخليج تصبح القوة العسكرية الأولى عربيا، أقوى سادس اقتصاد على مستوى العالم في ظل التحديات التي نعيشها، لماذا نرفض الاتحاد؟ يعني هذا أمر طبعا مهم صحيح جدا صحيح. ويتكلم عن أيضا فهد صالح يتكلم عن التحديات تتطلب وحدة الرؤية السياسية والاقتصادية والعسكرية وتطوير الدرع الجزيرة الجيش الخليجي موحد، كل مواقع السوشيال ميديا كل مشاركات الخليجيين تؤمن تماما بالاتحاد ووجوب الاتحاد. كلمة الأستاذ مشعل كلمة بغاية الأهمية، هي ليس فقط يعني توحيد أو إيجاد عملة موحدة وبنك مركزي وتكامل اقتصادي، قضية توحيد يعني القطاعات الدفاعية والأمنية قضية بغاية الأهمية. برجع على السؤال الرئيسي، قضية التباين بالنسبة للاتحاد داخل دول الخليج، هذا لا يعني أن هناك بعض التباين الموقف خاصة العماني مثلا وقطر أيضا إلى درجة أقل. قطر والنقطة الرئيسية، وأنا أريد الحقيقة أن أسمع منكم بكل تواضع، يعني هل لدى القيادات الخليجية الرغبة والإرادة في التخلي عن قرارات سياسية، أخذ القرار من أجل السيادة المحلية وإعطاء يعني القرار ثقل القرار لمؤسسات تملك الاستقلالية؟ لا يمكن، وأنا أقولها تحليليا، لا يمكن أن تبني اتحادا إلا ما يكون عندك مؤسسات تحاول أن تلغي السياسات والاختلافات للأشخاص. أيضا مشعل مسألة مهمة جدا ودي أتطرق لها، وهي هل يمكن أن ترضى بعض المجتمعات الخليجية بتطبيق ما يطبق داخل مجتمعات أخرى طبعا عليها طبعا يعني طبعا في مجتمعات محافظة طبعا تماما طبعا في طبعا في بعض دول المجلستان وفي مجتمعات لا بس متفتحة كمان نقطة أخيرة بالنسبة للموضوع الأساسي. شكرا أنت عم تساعدني على الأعطي. لا بس احنا لازم نطرق النقطة طبعا. يعني نحن مشان النقاش الجدي والنقدي لفهم القضية، الاتحاد الأوروبي والاتحاد الأخرى، هناك منظومة قيم ليس فقط توحيد العملة والقطاعات الدفاعية هي جزء والأمنية من كيان البلد طبعا. يعني المنظومة التي الحقيقة كل شعوب المنطقة وهي الحقيقة تنتمي إلى هذه المنظومة، منظومة قيم، يعني نوعين من توحيد منظومة القيم. بس يعني ما يعني ماذا صنع هذه القيم؟ التعليم، الإعلام، الخطاب الإعلامي، الخطاب السياسي الموحد، استدراك أو استشعار الخطر، بحيث أن جميع يعني دول الخليج ترى خطر واحد، فإذا رأت خطر واحد فبالتالي لا يحتاج المسألة إلى تباين في المواقف يعني تجاه الخطر الخارجي، لأنهم كلهم يشعرون بنفس الخطر، فبالتالي تنتفي إشكالية السيادة. يعني لا يمكن الشيء الآخر النقطة. أنا وافق مشعل إنه أهم شيء هي التحديات المهمة التي تهدد كيان الدول، مش تحديات الأشياء البسيطة. العزيز السياسة كانت هي السياسة وأقولها تحليليا، السياسة كانت العامل الأهم في المنطقة العربية التي ضربت العمود الفقري للعمل الجماعي. لا يمكن إلغاء السياسة. سيادة. يمكن سيادة. السياسة السيادة. طبعاً الدول. أنا السيادة. طبعاً. ومن هنا ومن هنا الحقيقة أنا لا أقول أنها مستحيلة، هذا ليس كلامي، أنا أقول أن هناك حاجة إلى قرارات مصيرية تأخذ بعين الاعتبار التحديات والرغبة والإرادة في الوصول إلى هذا الهدف. يا دكتور، احنا معك في كلامك صحيح جدا، لابد ان يكون هنالك ترتيبات وان يكون هنالك اشياء تخدم الاتحاد في المستقبل، لكن احنا يجب ان لا نضع ايضا العقبات الصغيره امام شيء اكبر، شيء مفيد يفيدنا الان في هذه المرحله الحرجه التي تواجه التهديدات المنطقه اقتصاديا وسياسيا وعسكريا. ربما يكون فيه تباين خليجي داخل الدول الخليجية، لكن التباين هذا بالإمكان حل السيطرة عليه وبالإمكان حله. الشيء الدول الأوروبية الشيء الآخر مع بعض. الشيء الآخر لن يكون هنالك مصادرة سيادة لأي دولة. الاتحاد الأوروبي هل صادروا سيادات بعضهم؟
أحد الأسباب خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي أنها كانت تعتبر الاتحاد الأوروبي يسيطر ويهيمن على سيادتها. أنا أقول لك أنا إذن المفروض نستفيد من التجربة البريطانية في الاتحاد الأوروبي ونتغلب عليها ضمن الاتحاد الخليجي بأن لا يحدث هذه نقطة. والنقطة الأخرى يعني بس في دقيقة، إحنا يجب أن نعرف أنه الاتحاد الأوروبي نحن نريد أن يكون عندنا مثلا الآن الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي يكون فيها مثلا ممثل السياسة الخارجية، نعم، على أساس ينقل السياسة الخارجية لمجلس التعاون والاتصالات الخارجية إلى الخارج. لكن هذا لا يمنع أن وزير خارجية المملكة العربية السعودية يؤدي دوره، وزير خارجية قطر يؤدي دوره، وزير خارجية عمان يؤدي دوره. يا أستاذ سعد يكون قريب لإيران وهذا يؤدي دوره. لا أنا أقول في ضوابط في الاتحاد العودة عندنا تجارب العودة. هناك وزير خارجية في الاتحاد الأوروبي يمثل الاتحاد الأوروبي، ولكن على الرغم من أكثر من 60 سنة الاتحاد الأوروبي لا يملك سياسة خارجية متوحدة كما تعلم. نعم. هناك خلافات جوهرية. معناها ممكن صياغة اتحاد حتى لو كان في خلافات سياسية. هذا اللي فهمته منك الآن دكتور. نعم. أنا ما أحاول الحديث عنه أنه نحن نتحدث الحقيقة عن القمة الخليجية في المنامة. التحدي الأول يبدو أنه هو الانطلاق من مرحلة التضامن السياسي والاقتصادي إلى مرحلة الاتحاد البنية. نعم. التحدي الثاني الحقيقة قضية الاقتصاد جوهرية للغاية، التنمية قضية الاقتصاد وخاصة الاعتماد طبعاً على سلعة واحدة. هل بالفعل يمكن أن تخرج قمة المنامة بآليات وديناميات جديدة للتعامل مع هذه الأزمة البنيوية في اقتصاديات الخليج اللي هي الحقيقة الاعتماد المفرط على قضايا على الاقتصاديات؟ أنا أعتقد أنه لن تستطيع دول الخليج الخروج من الاعتماد على النفط بشكل كبير إلا بسياسات محلية أكثر مما هي خارجية. طبعا لا علاقة مجلس التعاون أوكي أو الاتحاد الخليجي ممكن أن يسهم في دفع هذه العجلة، ولكن المسألة مسألة أيضا آليات داخل المجتمع، آليات اقتصادية، آليات أنا الآن سوف أوافق معك. أن قيام إنشاء اتحاد خليجي العمود الفقري لهذا الاتحاد يمكن أن يكون من خلال إنشاء سياسات اقتصادية تكاملية، وهذا بالفعل يمكن أن تكون الفقرة القضية الرئيسية. نعم. في بناء هذا الاتحاد. نعم. لأنك لا يمكن أن تبني اقتصاد، لأن الدول صغيرة يا عبد العزيز، ومن هنا التكامل الاقتصادي والاجتماعي بين دول الخليج والعالم العربي والعالم الإسلامي والعالم الخارجي يمكن أن يشكل قاعدة صلبة يمكن أن تبني عليها هذا الاتحاد. خلينا نواصل الحديث الجزء الثاني. أنت شفت أنا كيف عم بدعم رأيتك رؤيتك. عبد العزيز، تحدثنا بإسهاب عن قضية يعني مستقبل القمة الخليجية بالنسبة للاتحاد أو التعاون أو التضامن. أنا أعتقد هناك ملفين في غاية الأهمية الآن، هو الملفات الإقليمية الساخنة والملف الإيراني الذي هو الحقيقة يتعلق بمجمل هذه الملفات الإقليمية، كان الحرب في اليمن أو الصراع في سوريا أو الوضع في العراق. أيضا ملف العلاقات الأمريكية الخليجية مهم للغاية، هناك قلق في الخليج على مستقبل العلاقات الأمريكية الخليجية في ظل الإدارة الأمريكية القادمة. يبدو، وهذه الحقيقة رؤيتي أنا الشخصية، يعني صحيح أنه من الصعب في هذه اللحظة فك طلاسم توجهات السياسة الجديدة للإدارة القادمة، ولكن يبدو حتى الآن يا عبد العزيز أن الفريق الأمني الذي تم اختياره من قبل دونالد ترامب، هذا الفريق يتسم بعداء شديد لإيران، وخاصة وزير الدفاع جنرال ماتيس الذي يرى أن إيران تشكل خطرا على المصالح الأمريكية، ويرى إيران على أنها دولة ثورية وليس دولة عادية. ومن هنا أنا قراءتي، ويمكن أن أكون مخطئا، أن العلاقات الأمريكية الإيرانية سوف تتسم بالعداء الخطير في السنوات القادمة، وأن قضية ردع إيران في المنطقة من قبل الإدارة الجديدة وخاصة الفريق الأمني اللي كان يعني المساعد الأول في الأمن القومي لدونالد ترامب ووزير دفاعه، هو الحقيقة عرض أمريكي بامتياز ومحاولة الحقيقة لمنع إيران من يعني إحكام سيطرتها في منطقة الشرق الأوسط. طبعا هو الحديث عن هذا الموضوع دكتور سعد على مسألة العلاقة مع الولايات المتحدة الأمريكية، أن وجود
هذا الفريق الأمني المهم لترامب وعداء لإيران سوف يشكل نقاط لصالح الدول الخليجية، لكن أحيانا يكون الأمر عكس ذلك، أن وجود من يستفز ومن يقوم بأعمال عدائية ضد إيران أيضا يمثل مشكلة لأمن واستقرار الدول الخليجية، والدول الخليجية لا تعادي إيران من أجل العداء فقط، وليس لديها مطامح في الأراضي الإيرانية، بل على العكس. طبعا جيد احتواء الخطر الإيراني في المنطقة، ولكن الأهم والخوف وهذا نقطة مهمة جدا، أن تقوم دول الخليج بالاعتماد على المظلة الأمريكية الأمنية مرة أخرى، وأن لا تعتمد على نفسها، وأن تحس بالأمان أكثر من اللازم في الدرع الصاروخ. أنا الحقيقة يعني هذا الموضوع مهم جدا. أولا نحن طبعا مثل ما تفضل الدكتور أنه ما نستطيع أن نقرأ الطلاسم القادمة في الإدارة الأمريكية، وأنه سوف تكون هذه الإدارة والرجال الذين اختارهم ترامب ليكونوا مساعديه كوزراء أنهم سوف يكون عدائيين لإيران. نحن نتمنى ذلك. إيران اليوم صار أخطبوط تمدد في كل مكان. إيران خططها هي عمل كماشة على الخليج العربي من الشمال ومن الجنوب ومن الشرق، وممكن تجي من الغرب لو احتلت باب المندب اللي هو المنفذ الرئيسي للبحر الأحمر والتجارة كلها، ممكن تعمل كماشة متكاملة. نحن تحسنت علاقتها مع مصر واصبحت أو تحسنت علاقتها مع مصر كما يريد، لكن نحن إخوان وغيره، لكن عشان أوضح نقطة، لا تستطيع فعل هذا بدون ضوء أخضر. ما هو هذه المشكلة. أنا أتمنى أن يكون هنالك موقف عالمي. يا أخي إيران ما تفعله في العراق شيء لا يصدق، ما تفعله في سوريا شيء لا يصدق. ما تفعله في العراق برضا حكومة العراق الموضوع حكومة العراق أعرف أنه في نقطة مهمة. الحقيقة أنا أختلف معك وأتفق مع الأستاذ عبد العزيز، مع أني أنا معظم الأوقات، وهذا الحقيقة ممتاز. الخلاف أو الصراع الأمريكي الإيراني يمكن أن يؤذي المنطقة ككل، وهذا لا بالفعل هذا شيء تاريخي. أنا لا أنكر يعني هذا أبداً. يعني عبد العزيز نقطة، وأنت الحقيقة دائماً تشدد على هذه النقطة، أنه من الأهمية بمكان لدول الخليجية أن تنظر إلى قضية المعادلة الأمنية، المعادلة الاستراتيجية من عدسة يعني أوسع بكثير، أنه فقط الولايات المتحدة، لأن منظور نظرة دونالد ترامب إلى دول الخليج كما تعلم هو له نظرة عدائية إلى المملكة العربية السعودية إلى درجة كبيرة. إذا العداء إلى إيران لا يعني أن هذه الإدارة ليس حبا فيك، ليس حبا، وهذا يمكن أن يؤدي إلى صراع يمكن أن يؤذي الكل من خلال الاعتماد على الأسلحة. أنا أقول لك لن نعتمد، أنا بدي على أمريكا. بدي أسأل سؤال لأستاذ مشعل، هل يا جماعة يعني أنا أريد أن أفكر بخارج الصندوق out of box، هل هناك إمكانية للدول الخليجية من خلال الحقيقة الدخول في حوار جدي، الدخول في معادلة جديدة للتعامل مع إيران؟ يعني طبعا لدينا خلافات مهمة مع إيران، ولكن يا هل ترى هل هذا الصراع المفتوح مع إيران له نتائجه السلبية على الكل؟ هل هناك من إمكانية لمعادلة جديدة، مقاربة جديدة، الدخول في حوار يأخذ بعين الاعتبار الخلافات العربية مع إيران؟ أعتقد وزراء الخارجية الخليجيين أكثر من مرة يعني رحبوا بالحوار مع إيران شريطة أن تتخلى عن سياستها. هي سياستها في دستورها تصدير الثورة، وما تفعله في العراق وفي لبنان وفي اليمن وسوريا ايضا لا يعني لم يجعل اي مجال للحوار مع نظام ولايه الفقيه. لكن نظام ولايه الفقيه العابث لا يستطيع ان يخطو خطوه واحده خارج الحدود بدون ضوء اخضر من القوى العظمى وخاصة الولايات المتحدة. هل أنت تقول أن الولايات المتحدة تعطي الضوء الأخضر إلى إيران؟ أنا ما أتفق معك مشعل. بس بشكل بسيط، إيران ما هو يعني ما هي أدواتها التي توسع نفوذها؟ أدواتها هي تلك العصابات والأحزاب وغيرها من الحركات المعترف بها وغير المعترف الشرعية وغير الشرعية التي تدور في فلكها. يعني الناس من أهل البلد، يعني في العراق من هم أدوات إيران؟ هم ناس أحزاب سياسية منتخبة من جاء في اليمن من هي حركة حوثية يمنيين موجودين من آلاف السنين بلد. نعم. في لبنان من هم؟ هم أيضا عرب أقحاح موجودين في لبنان. نعم. وناس معروفين. المشكلة ليست في أن تكون صديق لإيران، المشكلة أن تكون تابع وموالي وعميل. أيها الزملاء، العودة إلى لب الموضوع، في نقطة معينة ليس فقط دكتور. بس بدي أعطيك الوقت. أنا العودة إلى لب الموضوع، كيف يمكن التعامل مع إيران؟ لا، نقد إيران لا يعطي يعني
في صحيح معركة. صحيح. هذا كلام يا عبد العزيز. الطريق الوحيد لمقاومة إيران هي أن تكون قوي فقط. هم لا يفهمون. وطالما نتحدث عن القمة الخليجية، هل هناك من إمكانية لهذه القمة أن تصيغ ديناميات جديدة تعطي نوعا من الحقيقة مقاربات جديدة للتعامل مع إيران وأيضا للتعامل مع الملفات الخطيرة في المنطقة؟ نحن نذكر عندما قام الملك عبد الله الله يرحمه بزيارة إيران. نعم. وذهب لهم وقال لهم إحنا أخوة وجيران ونريد أن نكون كتلة واحدة، اقتصاد وأخوة. ودعاهم وأتى الرئيس أحمد النجاد إلى المؤتمر الإسلامي في مكة واستقبل استقبال المملكة العربية السعودية ودول الخليج تسعى إلى تقارب إلى إيران. نحن لا نصنع ضد التقارب الإيران، بالعكس الشعب الإيراني أخوان ترى يختلف عن الحكومة الإيرانية. الشعب الإيراني، أنا قابلت أحد الأخوة الإيرانيين موجودين في مدينة بلمث، فارين فارين بأهلهم بمالهم بذني فارين، يعني الوضع لا يمكن قبوله داخل إيران الآن. نحن لسنا ضد إيران، إحنا ودنا أنه يكون فيه اتصالات، ودنا أن الحكام في إيران يرجعون إلى عقلهم. ثق تمام الثقة أن الذي سوف يتأثر في المنطقة ليس دول الخليج فقط، ستتأثر إيران في مقدمة من يتأثر هو إيران. فيجب على إيران أن تعود إلى رشدها، تعود إلى المنطق وتترك. وإذا لم تعود، وإذا لم تعد مثل ما قال الدكتور عبد العزيز، إذا لم تعد فما في إلا القوة، وحنا إن شاء الله قدها. وقالوها حكامنا، إذا إيران تبي السلام إحنا عندنا السلام، وإذا تبي الصدام إحنا أهل الصدام. إذا السؤال الرئيسي أنا الحقيقة، هل بالفعل يعني العشر سنوات القادمة أن الصراع سوف يتم هناك تصعيد في الملفات الرئيسية؟ طيب. كان في صراع اليمن أو في هل بالفعل المنطقة قادمة يعني هذا يعني أحد. دكتور فواز خلينا نقول السؤال المهم جدا، هل يعني في رأيك أنه بيصير في صدام أكثر؟ المسألة بسيطة جدا، النفوذ الإيراني تطور وأصبح أكثر يعني وجود، وعملاء في المنطقة بدأوا يعملون بكل حرية بسبب الفراغ السياسي الذي أوجدته السياسة الأمريكية في المنطقة. نعم. هذا واحد، لكن قبل ذلك وأهم من ذلك الفراغ العربي، عدم وجود قوى إقليمية عربية لاعبة تكون هي السد المباشر ضد هذا النفوذ الإيراني. أي فراغ سياسي في أي منطقة يملأ بأي طريقة طبعا. كانت حتى لو كان من البعيد. العودة بدنا نرى بس السوشيال ميديا من، والعودة طبعا. إلى النقاش الحقيقي، يعني السوشيال ميديا بتقول الوحدة مطلب كل خليجي وكذلك توحيد الهدف. الوحدة لم تعد خيارا بل واجبا في ظل التحديات التي تواجه الخليج، وهذا الحقيقة يعني الكلام اللي انت تفضلت فيه. وحدتنا قوتنا لمواجهة التحديات المعاصرة سواء سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية لتكون سدا منيعا لأعداء الأمة أيضا كمان مع السنوات المقبلة. هذه كمان السوشيال ميديا الثالثة سوف تكشف التحديات الكبيرة سواء السياسية أو الاقتصادية التي تواجه العرب عموما ودول الخليج خصوصا في ظل التغيير في الإدارات الغربية في أوروبا والأمريكية. العودة السوشيال ميديا الأخير قبل أن نعود للحوار، على دول الخليج صياغة استراتيجيات موحدة لمواجهة تهديد إيران الحتمي وحماية أمنها والردع، أو سوف تستعد لصياغة استراتيجيات بديلة. خلينا ألتقط الحبل من هنا أو الخيط. المسألة الأساسية في صياغة استراتيجية خليجية لمواجهة التحديات الإيرانية للأسف غير ناجحة تماما، وتدل على مستوى التعاون الخليجي في مسألة السياسة الخارجية. هناك دول صديقة لإيران ودول أصبحت وسيطة لإيران، وهي التي تقود عملية تجميل النظام الإيراني في العالم الغربي عبر وساطاتها وعبر إن شاء الله. ممكن نتقبل ذلك أن يكون شيء جيد لمصلحة دول الخليج يعني في مسألة الاتفاق النووي ما نختلف على هذا، لكن أن يزيد الأمر عن ذلك. الأمر الآخر في مسألة التحدي أو المواجهة الإيرانية، رأينا مثلا أنه بعض الدول تقيم تحالفات دفاعية وعسكرية مع إيران في الوقت الذي إيران هي عسكرية. تشكل خطر مناورات يعني هل يمكن أن تقول أنها سوف يكون هناك، نحن نطالب بالاتحاد، نتمنى الاتحاد موجود كخليجيين، لكن هل يكون الاتحاد هذا موجود وحقيقة يواجه التحديات اللي نتكلم عنها وفي بعضها
بعض أعضاء الاتحاد يكون لديهم وهذا مثل هذا التحالف والمناورات والتعاون حتى تهريب الأسلحة. حتى تهريب الأسلحة. هناك نقطتين يا عبد العزيز، نحن نحاول الحقيقة أن نفهم وكيف الحقيقة إمكان بناء هذا الاتحاد على قاعدة صلبة لمواجهة التحديات الداخلية التنموية الاقتصادية والاجتماعية والتحديات الخارجية. يعني أنت تطرقت لنقطة، لكن ترى في نقطة مهمة، مو لازم ولا يعني لا يوجد شرط بأن يكون هذا الاتحاد من كافة دول المستعمرة. إذن الاتحاد بمن حضر. نعم. ممكن كمل أنا نقطة نبعطيك الوقت يا أستاذ سعد. يعني أنت الآن يا عبد العزيز عم ترجع على مقولتي أن هناك بعض التدينات المهمة داخل دول الخليجية يمكن أن يكون اتحاد خمسي، وتحدث الحقيقة أحد الوزراء البحريين قال أن دولة عمان يمكن أن تبقى داخل يعني الاتحاد داخل المجلس وليس يعني ليس يجب عليها أن تكون داخل الاتحاد، لأن الحقيقة عمان ترفض الاتحاد، قالها الوزير العماني بصوت واضح منذ 2013. النقطة الثانية في غياب، يعني أنا قراءتي للوضع ويمكن كمان أن أكون مخطئا، أنا أعتقد أن النقطة التي تحدثت عنها في غاية الأهمية، قضية الأمن القومي الخليجي مرتبط ارتباط عضوي بالأمن القومي العربي، وهذه النقطة الحقيقة قضية تاريخية وعلينا أن لا نغفل، مع أنه أنا أحترم الرؤية الخارجية لدرجة كبيرة، لأن الحقيقة هناك تكامل ثقافي وتاريخي وجغرافي بين دول الخليج، ولكنني أيضا أعتقد أن الأمن القومي الخليجي مرتبط ارتباط عضوي بالأمن القومي العربي، أهمية إيجاد ديناميات جديدة. المشكلة أن بعض دول الخليج يعني في تباين في يعني بينهم في النظرة يعني تجاه الأمن القومي العربي، هناك اختلاف في المواقف تجاه مصر وتجاه سوريا والعراق وحتى في اليمن، فليس هناك موقف موحد تجاه الأمن القومي العربي. يعني لا يمكن أن تسخر دولة ما في دول الخليج من دول الخليج كل إمكانياتها فقط للوقوف ضد مصر في كل مناحي الحياة، من اقتصاد لسياسة ولغيرة، فكيف تطالب بأن يكون هناك أيضا موقف موحد؟ لكن رغم ذلك احنا دائما احنا قاعدين نشرح وقاعدين ننتقد أكثر مما نتكلم عن الإيجابيات، وأنا أعتقد أنه يعني لازم نحسب شيء من دول الخليج على الأقل اتحاد أو مجلس تعاونها في كل هالتجربة 35 سنة أوجد بعض النجاحات على المستوى مثلا تنقل الدول الخليجية. هذا الجمركي منذ 2013 من أهم الحقيقة الإنجازات الرئيسية. غيرها من المناسبات اللي أصبحوا الخليجيين أقرب لبعضهم من يعني من أول. الأمر الآخر أيضا في يعني لنأخذ دول الخليج دائما إذا أصار هناك يعني أو حدثت واقعة ومصيبة حتى ليست على دولة واحدة منها أيضا على دول أخرى تتوحد وتحاول أن تساعدها. أنا ممكن زيد نقطة على اللي قلته، يعني إذا تحليليا وأنا لا أتحدث عاطفيا، تحليليا في هذه اللحظة هذه أول مرة منذ 1981 أن التعاون الخليجي والتضامن الخليجي والتماسك الخليجي هو من أهم مراحله في هذه المرحلة بالفعل، على الرغم من التباين. إذا طلعت على دول الخليج هناك بالفعل هناك تطور مهم، يعني بالملفات الرئيسية هناك طبعا شبه تطابق في، وهذا شيء مهم جدا. يعني هذه الإنجازات علينا أن لا نغفل عليها، نحن نتحدث عن المرحلة القادمة كيف يمكن تطوير. والنقطة الأخيرة يا عبد العزيز وأنت تكلمت عليها أيها الزملاء العلوم، أنا يعني أدرس العلوم العلاقات الدولية، مش الاختلاف ليس شرا. لا ما يعني عندما نقول عن أمن القوم العربي إذا لدينا اختلاف هذا شيء طبيعي طبعاً. لا نحول الاختلاف في وجهات النظر إلى خلافات مصرية وجودية. هذا السؤال مش على حدود الاختلاف أو حدود الخلاف أو الخلافات بين الدول الخليجية، متى يجب أن تتوقف في مسألة أن يكون هناك موقف خليجي موحد؟ يعني أوكي نختلف في بعض الأشياء، مثلا تختلف الدول الأوروبية على أشياء نعم طبعا نعم، لكن متى يجب علينا أن نغلب القواسم المشتركة اللي هي مهمة كخليجيين مواجهة التحديات الخارجية؟ اللي أشوف أنا أنه في دخول أشياء صغيرة على مسألة، يعني تأثير عوامل صغيرة جدا على مسألة وجود اتحاد أو وجود نعم. سياسة وهذا ما أنا ما أتوقع أنها عوامل صغيرة عندما يعني تعبث بالأمن القومي العربي، فهذا ينعكس على دول الخليج بشكل رئيسي. ف يعني انطلاق هذه المسألة من إحدى الدول الخليجية يهدد الخليج بشكل مباشر، فهي ما هي مسألة صحيح ممكن صحيح كلام صحيح. لكن إحنا أول شيء إحنا عمل ديمقراطي
نعم. عمل ديمقراطي بالتصويت. يعني أنت تسمح لأعضاء مجلس التعاون أنهم يعملون ديمقراطية بينهم وما تسمعهم أيضا يعملونها داخل البلدانهم؟ لا لا شوف خلني أقول لك، يعني كيف تعود تعلمهم الديمقراطية على المستوى الأعلى؟ يعني الديمقراطية من الأعلى. لا بس لأن إحنا نقف ونقول ما نعمل اتحاد خليجي لأنه والله فيه تباين أو فيه دولة مثلا رافضة واحدة دولة حقيقة. اللي بيجي الله يحييه تبغى نقولها كذا، اللي بيجي الله يحييه، مو بجاي مع السلامة الله يستر عينه عليه. هل يأتي أحد؟ هل تعتقد يقوم الاتحاد؟ بإذن الله بإذن الله تعالى الشعوب هذا مطلب. أنا أعتقد يا سيدي، يا سيدي من تعتقد يقوم من يعني من من منهم من الدول المؤهلة أنها هي تعمل الاتحاد؟ المملكة العربية السعودية، نعم، الكويت، قطر، والبحرين. البحرين يعني. لكن هل الكويت طيب في اختلاف نظام زي ما قال احمد السعدون صح ولا لا؟ هو ايش وجهه نظره هو بالضبط على الموضوع هذا؟ هو كان يرى ان الاصلاح السياسي اهم من مساله الاتحاد، وان هناك تباين ايضا مجلس الامه في الكويت تجربته تختلف. لكن هذا ايضا يرجعنا على مساله انه الاتحاد شيء والسياده المحليه شيء اخر، واداره النظام المحلي بشكل اخر. نعم. يعني لا يمكن انك تطبق الانظمه السياسيه الاوروبيه، ايضا فيها اختلافات بعض. انا اللي قلت من الاول، قلت لك انه الاتحاد لن يمس السياده، السياده ستبقى للدول، واحنا هذه مشكلتنا. بس النواب يخافون، ما نبغى نقول كلمه في الكويت يخافون. مش اقول لك احنا ما نبغى، ليس النواب كلهم في الكويت، بعض النواب الذين هم يتبعون المساله ومن حقهم دكتور فواز. الاتفاقيه الامنيه بين دول الخليج يعني شكلت رفض من بعض، ورفضوها عقود عقود ثم اقرت. لا لا، في الكويت الآن هي الوحيدة اللي ما تزال رافضة الاتفاقية الأمنية بسبب المجلس، لأن أغلب يعني ما ودنا نقول أغلب، لكن كثير من أعضاء المجلس مطلوبين في دول أخرى. ايوه اكيد يرفضون. هذه مشكله هي مثاره عدم دخول بعض الدول الخليجيين. على اي حال احنا امنيات، على اي حال احنا امنيات، ونتمنى ان شاء الله ان قادتنا يطلعون بما يفرحون. انت الجزء الثاني وسوف نكمل الجزء الثالث. الف شكر. الف شكر. شكرا. شكرا. خلاصه النقاش أن هو بالفعل ليس هناك من إجماع على قضية الاتحاد الخليجي. يعني أنا موقفي أن قضية الانطلاق من التضامن السياسي والاقتصادي إلى قضية إنشاء اتحاد خليجي يتطلب قرارات مصيرية، يتطلب رذم الفجوات الموجودة بين الدول الخليجية، تباين في المواقف، يتطلب إنشاء مؤسسات تملك الحقيقة استقلالية عن القرارات السيادية، يتطلب قرارات موجعة وصعبة. في هذه اللحظة التاريخية لا يبدو أن هذه الفجوات يمكن ردمها في سنة أو سنتين أو حتى خمس سنوات. يمكن أوافقك بعد ما تكلمنا في الحلقة عن كثير من هذه العقبات والعراقيل التي وصفناها وصف كثير جدا يعني في تشاؤم في رأيي. لكن أنا أعتقد أن التحديات الكبرى التي تخوضها هذه الدول ومسألة العمل المنفرد على مستوى صغير داخل السياسة الدولية وداخل وضمن هذه التحديات المهمة في المنطقة والخطر الذي يواجه دول الخليج، أصبحت تلح على قادة هذه الدول بأن يتخلوا قليلا من مسائل السيادة المحلية إلى أن يرتفعوا بمستوى التعاون والعمل بشكل موسع ومقابل على المستويات السياسية المهمة. إضافة في رأيي الشخصي أن هناك تجارب ناجحة في دول الخليج في مسائل الاتحاد والعمل بشكل وحدوي، لماذا لا تطبق أيضا بنفس المستوى في أن يبقى مسألة السيادة المحلية، خاصة أن هناك الكثير من العوامل المشتركة داخل هذه الدول. يعني أنا كنت سعيد أنه أنت الحقيقة وافقتني في نهاية الحلقة. نعم. أنا أعتقد أن التجارب الدولية يمكن أن تعطي بعض الدروس لدول الخليج. أنا ما أقول لك التجارب الدولية أنا أتحدث عن تجارب محلية. حتى التجارب المحلية دول الخليج. النقطة الرئيسية أنا أقول أن الاقتصاد، قضية تكامل اقتصاديات الخليج، قضية التخلي عن بعض السيادة من أجل حقيقة بناء اقتصاد قاعدة صلبة تعتمد، لأن الاتحاد الأوروبي في نهاية الحرب العالمية الثانية اكتشف أن الاقتصاد هو العصب الفقري للحقيقة تحييد السياسة. دكتور ومن المسألة هنا المسألة ليست مسألة البطون ومسألة الاقتصاد والرفاهية والمحافظة عليها وهكذا، المسألة مسألة وجود دول الخليج أصبح مهدد. هناك خطر. هناك خطر كبير، وهناك أيضا خطر يعني من قبل أعضاء يعني موجودين في بعض
أنا الإقليم نفسه الذين يريدون نظرة تشاؤمية للغاية. الدول الخليجية لا تواجه خطرا وجوديا، هذه مشاكل وتحديات اقتصادية واجتماعية، ومن هنا التحدي التجربة الأهم العراقية الكويتية لا تنسى. ولكن لا ليس لا, لا يمكن الحقيقة يعني تشبيه دول خليجية مع قضية الحرب العراقية الكويتية. نحن نتحدث عن تحديات يمكن مواجهتها باستراتيجيات طويلة المدى تنموية اقتصادية اجتماعية سياسية، ولكن هناك حاجة إلى إرادة سياسية بالفعل، الإرادة السياسية وإيجاد مؤسسات مستقلة استقلالية تأخذ قرارات من أجل تكامل الاقتصاديات والمجتمعات الخليجية. أيضا المهم هو العمل المشترك لمواجهة هذه التحديات عبر التخلص من العوامل المؤثرة الصغيرة. صحيح. على مسألة الاتحاد وخاصة السيادة المحلية البسيطة. عموما تنتهي هذه.